لمزيد من التفاصيل حول هذه الاغتيالات ضد تركمان ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد القيادي في الجبهة التركمانية حسن توران. أهلا بك سيد حسن. أهلا وسهلا. سيد حسن، حذرتم في تصريحات سابقة لكم من انهيار الأوضاع الأمنية بكركوك، ما هي دوافع إطلاقكم لمثل هذه التحذيرات؟ شكرا جزيلا. الحقيقة الوضع، تردي الوضع الأمني في كركوك وكثرة الحوادث الاغتيالات والهجمات التي تطال بالدرجة الأولى مقرات الجبهة التركمانية، أنا أعتقد هي رسالة تحذير. وكذلك نحن ندخل اليوم إلى أجواء انتخابات بعد 3 أشهر، فينبغي أن يكون هناك خطة أمنية محكمة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد لفرض الأمن وتطهير الخلايا النائمة من عصابات داعش، حيث كما تعلمون سرعة تحرير تلك المناطق لم تقضي به القوات على كل هذه العناصر الإرهابية التي تتواجد في الأحراش وفي الأنفاق، وبالتالي هذه تحتاج إلى حملة تطهير واسعة حتى يتم تأمين مركز المدينة، كما أن مركز مدينة كركوك اليوم بحاجة إلى مراجعة الخطط بحيث يتم بسط الأمن على كافة مدينة كركوك ولا تترك فيها أحياء غير مسيطر عليها وربما ستستخدم من قبل الإرهابيين كمأوى وأماكن انطلاق ضد القوات الأمنية وبقرات الجبهة التركمانية داخل مدينة كركوك. نعم سيد توران، كيف تقرأ توقيت ارتكاب مثل هذه الاغتيالات التي تطال أعضاء الجبهة التركمانية قبيل الانتخابات وكذلك بعد الإعلان عن التحرير أو انتهاء تواجد عناصر تنظيم الدولة في تلك المناطق وكذلك بعد الاستفتاء؟ يعني أولا كركوك هي منطقة مختلطة وهي منطقة حساسة وهي مطمع كثير من الأطراف التي كانت مسيطرة على الآبار الموجودة في كركوك وتصدر النفط منها دون علم حكومة بغداد بما يقارب 400,000 برميل يوميا. خسارة هذه الثروة وكذلك خسارة السلطة والثروة في محافظة كركوك ليس بالأمر السهل لدى البعض، وبالتالي هناك أطراف غير مرتاحة من الوضع الحالي الموجود، هذا من جهة. من جهة أخرى كما قلت أن المناطق التي تحررت من داعش بحاجة إلى عمليات أمنية لتطهيرها تماما من هذه العناصر الإرهابية. هذه أهم نقطتين يجب أن تنتبه إليها الحكومة العراقية حتى نمر مرحلة الانتخابات وتكون مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة. نعم، تحدثت عن أطراف لا يهمها أو يهمها أن لا تبقى كركوك هكذا، من هي الأطراف التي تشكون في تورطها في ارتكاب مثل هذه الانتهاكات؟ يعني أولا لا زالت التحقيقات جارية، لم نستلم كتب رسمية تبين لنا الجهات التي تقف تماما وراء هذه الاغتيالات، ولكننا لدينا شكوك أن هناك أطراف تضررت من وضع ما بعد 16/10 وسيطرة الحكومة وإعادة الملف الأمني إلى حكومة بغداد. هذه الأطراف هي التي تحاول خلق فتنة داخل مدينة كركوك، زائدا وجود عصابات داعش كخلايا نائمة هي أيضا مصدر توتر وإرهاب في داخل المدينة. نعم، برأيكم أستاذ توران، لأي مدى يساهم النفوذ الإيراني في كركوك في تأجيج هذه الخلافات بين أطياف المجتمع؟ يعني أولا كل طرف سواء محلي أو إقليمي يحاول أن يكون له نفوذ داخل مدينة كركوك باعتبارها مدينة ذات ثروة اقتصادية هائلة، ولكن احنا الذي يهمنا كتركمان ان يكون هناك تواجد لمشروع الدوله العراقيه داخل مدينه كركوك، وهذا يستوجب اداره الملف الامني من قبل ابنائها، اداره الموارد الاقتصاديه بما يضمن المصلحه العليا للعراق ولابناء محافظه كركوك، وتحقيق الاداره المشتركه بين مكوناتها. انا اعتقد هذا هو الذي يخلق الاستقرار داخل مدينه كركوك. أشكرك جزيل الشكر القيادي في الجبهة التركمانية حسن توران، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.